دائما الشائع ان القرنيه تؤخذ من حي، ما ناخذ القرنيه من حي، ما نحتاج، لان القرنيه عندما تؤخذ من ميت بامكانها ان يعني ان تزرع. لذلك ليس من الزراعات ان تاخذ، او ليس من المتبرعين ان يؤخذ من حي، دائما من يعني ناس متوفين، وبالتالي يعني المتوفى يكون له قرنيتين. ومن مما يميز زراعة قرنيتين، ما نحتاج إلى تطابق أو فحص مطابقة أو ما شابه ذلك، لأن هذا العضو ليس فيه أوعية، ما في دم، وبالتالي قبوله في الجسم عالي جدا. ثم إن زراعات القرنية تطورت تطور يعني عالي جدا في قضية أن انتقلنا إلى الزراعة الجزئية. الزراعة الجزئية نسبة الرفض فيها أقل من 1.1%، يعني تكاد تقول لا رفض فيها. أما الزراعة الكلية فقد تصل إلى يعني 10% من الحالات قد يحصل عندهم رفض للقرنية. ممتاز. والقرنية الجزئية أو زراعة القرنية الجزئية هو أخذ جزء من القرنية المستأصلة وزراعتها مرة أخرى في الشخص؟ أي نعم، هو يؤتى بالقرنية المتبرع بها، ثم يفصل منها ما يسمى ببطانتها، ثم يؤتى للقرنية المصابة فيزال القرنية طبقة 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 حتى تبقى الطبقة الداخلية اللي هي البطانة، فيزرع عليها القرنية المزروعة أو المتبرع بها. وبالتالي أكبر جزء ممكن يرفض في زراعة القرنية هو الجزء الداخلي أو الخلايا الداخلية أو البطانة. وبالتالي إحنا أبقينا بطانة المريض في مكانها وزرعنا عليها قرنية جديدة، وبالتالي عادت إلى وضعها الطبيعي بإذن الله سبحانه وتعالى من المتابعة وإزالة الغرز وما شابه ذلك. وبالتالي هنا نسبة الرفض تكون نادرة جدا جدا. وإحنا بنعتبر الزراعات الجزئية الآن ثورة حقيقة في أنها شفاء تام بإذن الله سبحانه وتعالى لمرضى القرنية.